مفيش حاجز يا ماما، مفيش حاجز مش عارفه نحجز هنا، جوز لا محمد عيد، بس مفيش حد يتفرج على بعض، مفيش حد والله يا حاج، والله ما في حاجه، اللي عايز يجي ناس شغالين في مكانه ولا انا كده واقفين انا سايبه هنا الفراغ. حاضر يا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. صباح الخير عليكم جميعا يا جماعه، من ايه ربكم دايما في افضل حال. السمان وصل يا جماعه، انا اول ما السمان وصل يعني السمان لسه بينزل، وقلت اوريكم بسرعه عشان اللي عاوز يلحق دلوقتي. لا اتاخر يا جماعه، ما يجيش، لا اتاخر ما يجيش، لا اتاخر ما يجيش، لان السمان هيخلص. اللي هيتاخر عن بعد اللايف يتصل، يعني انا هفصل اللايف واي حد هيجي يتصل قبل ما يجي يتاكد ان السمان موجود. انا قلت انوه عليكم برضه عشان ما حدش يجي ويرجع على الفاضي. السمان حاليا موجود، لسه بينزل، بقيت السمان لسه بينزل، بس ما حدش يجي يا جماعه الا لما يتاكد ان هو موجود، ما حدش يجي الا لما يتاكد ان السمان موجود. تمام، هو موجود دلوقتي اهو، بس ما حدش يجي لما يتاكد ان السمان لسه موجود مخلص. تمام يا جماعه عشان ما حدش يرجع يزعل، هو حاليا موجود. اللي محتاج سمان يفصل اللايف ويجي، بتجيب كرتونه معاه، اللي محتاج سمان هيفصل اللايف ويجي ويجيب الكرتونه بتاعته معاه. خلاص خلاص، انت لو كل واحد هيقعد يفصل مش هتخلص. لا ما هو ماشي، ما هو محمد معاه حجوزات المنزل على قد الشغل. بالنسبه لفرق المنزله يا جماعه مش هيبقى فيه شغل كتير، لان الشغل اللي هيروح المنزله محجوز. فرع المنزله اللي مش حاجز معاه ملوش شغل، لان الشغل اللي رايح فرع المنزله على قد الخبزات بس اللي راحه، على قد الخبزات اللي هو واخدها بس. فرع الجماليه اللي هيلحق دلوقتي يجي، اللي هيلحق السمان دلوقتي صرفنا دلوقتي، اللي هيتاخر يا جماعه عشان بس محدش يجي على الفاضي، لان عشان الناس مش عايزاك تزعلوا والله. اللي هيتاخر يتصل قبل ما يجي يتاكد في سمان ولا خلص. تمام، انا صورت لكم محمد، خدوا كده شويه، دخل شويه، انا صورت لكم السمان، هو لسه واصل حالا والله، لسه بينزل اهو، وقلت اوريه لكم اول ما اجي عشان بس ايه اللي يلحق، اللي عاوز يلحق. تسلمي يا ام يوسف، صباح الخير عليك حبيبتي. ايه انا اهو السمان اهو ما شاء الله، لسه والله ما لسه بينزلوا فيه، قلت اصوره لكم موجود ان شاء الله. انا اقول لكم الاسعار برضو، انا هصور لكم الشغل لما يجي، بس هقول لكم الاسعار. الشغل البلدي يا جماعه عامل 12.5، الابيض عامل 47 جنيه، الساسو عامل 28 جنيه، الفيوم عامل 14 جنيه، البط المشرق والمولر موجود، مشرق ومولر عمر يومين عامل 64 جنيه، موجود بط بيور المان عمر يومين عامل 45 جنيه، موجود ايه تاني، موجود ايه تاني فكروني. المسكوف تقريبا، المسكوف الكبير خلص وتقريبا مش هيجي النهارده، يبقى الساس 28، الابيض عامل 47، البلد عامل 12.5، الفيوم عامل 14 جنيه. دي اسعار الشغل، المشرق والمولر عامل 64 جنيه، المسكوفي ما فيش، المسكوفي الكبير خلص، البيور عامل عمره يومين عامل 45 جنيه، البط الفرنساوي ان شاء الله عامل 34 جنيه. دي كل الاسعار، وان شاء الله اعمل لكم لايف باذن الله يا رب، لو عرفت اعمل لكم لايف اول شغل ما اجي اعمل لكم لايف عليه. صباح الخير عليك يا ام رحمه، تسلمي حبيبتي، تسلمي لي يا ام يوسف، الله يخليك يا حبيبتي يا رب، علي افضل الصلاه والسلام. انا مش هطول عليكم يا جماعه، بس عشان الناس واقفه عشان ابعد السمان، فانا هنوه تاني السمان يا جماعه، اللي مش هيجي على طول هيتاخر بس ربع ساعه يتصل قبل ما يجي، عشان ما حدش يجي يقول انتوا لسه عاملين لايف الوقت اهو، ما حدش يجي الا لما يتصل يتاكد ان السمان موجود ولا لا. ومش هحجز، ما فيش حجوزات خالص للسمان، ما فيش حجوزات خالص، وما فيش كميات للسمان النهارده خالص. كلام واضح يا جماعه، بس عشان خاطر ما حدش يجي على الفاضي او حد يزعل. تمام، شكرا لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.